إلى الأعلى وجه النظر، لنمضي بعيدا عن صخب الواقع وويلات الحروب لبرهة من الزمن. في لقطة نبدأها من الفضاء الواسع، حيث تجلى الجمال في لحظة غروب تزامنت مع توهج للشفق القطبي بتيارات من اللونين الأحمر والأخضر، يتبعها شروق للشمس وهي تضيء مركبة الفضاء سويوز. في لقطة مذهلة التقطها أحد مهندسي الطيران في وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، كما رصدت لحظة تكاد تكون مماثلة في سماء نيو جيرسي الأمريكية. ومن الولايات المتحدة نحلق إلى سماء بنغلاديش، نتأمل معا في صورة امتزج فيها سحر الطبيعة مع صنع البشر، لتبدو العاصمة البنغلاديشية داكا كلوحة رسام تعلوها شبورة من الضباب. ومع الضباب نبحر آسيويا لنحط رحالنا على واحة غناء يتوج طبيعتها الخلابة، طقسها المعتدل، ما يجعلها ملاذا ومقصدا للعديد من سكان دول الخليج العربية خلال أشهر الصيف الحارقة. محافظة ظفار في سلطنة عمان التي تعج ولاياتها بالزوار والسائحين من داخل البلاد وخارجها. وإضافة إلى ما تتحلى به محافظة ظفار بمختلف ولاياتها من مناطق جذب سياحي وطبيعة أخاذة، تزخر المحافظة هذا العام بعديد المناشط الترفيهية التي تلبي احتياجات زوارها ليحظوا بتجربة فريدة ترسخ في الذاكرة.